والحمد لله كنا في اكادير والحمد لله ما حضرناش الماتش الثاني، ولكن الحمد لله كنت بولوغرامي، الحمد لله ما كنتش غنجي انا لهنا، مساعده الناس هضروا معايا قال لي غنعاونوك ولكن خصك تمشي تحضر الدولمي لانهم كيبغوني وكبرت في العمر، ما كيعاونوني الا الجاليه المغربيه في العالم والمغاربه في المغرب. الحمد لله درنا 12 ساعه باش وصلنا لاوزباكستان، كوب دي موند ديال فوتسال، فيف اوزباكستان، فيف مروكو. الحمد لله ان شاء الله هشام تكيك راه مدرب في المستوى العالي، تبارك الله وبيده الملك، مدي ثلاثه الكؤوس افريقيه، كؤوس عربيه، من احسن المدربين، محترم، الله يجازيه بخير ان شاء الله. اللي كنطالبوا منه ولو المربع الذهبي راه نتيجه كبيره، والى جا الكاس مرحبا به، وديما ماروك وفيف لو ماروك، والصحراء مغربيه وتبقى مغربيه، وفيف لو غوا محمد السيس من اوزباكستان. ان شاء الله المغرب غيلعب نهار الاثنين، واليوم الافتتاح ان شاء الله مربوحه، المغرب اول ماتش، وفيف لو غوا محمد السيس، فيف مروكو، فيف اوزباكستان 2024. ايوا اولا شويه الطريق ضربت شويه الطريق تقريبا 19 ساعة ديال في السماء. ايوا الحصول وصلت هنايا اوزباكستان العاصمة. ايوا تبارك الله الناس مزيانين في المطار، من المعاملة مزيانة فيما مشينا، دائما الناس شكاعات لهم فرندلي معنا، وما كاين مشكل اللي كتسولو يساعدك كيساعدوك، والحمد لله كاين شي اجواء هنا عاد غتبدا ديال الفوتسال، ديك الشيء ماشي مزيان ان شاء الله. والمتمنى ديالنا هو بان انا مثلا شخصيا جيت هنا نتفرج فيهم، على علاقه ليكيب ناسيونال انا ديما كيعجبني من كنت صغير، الا كان عندي الحد نمشي نتفرج فيه فين ما كان، و سي با لا بروميير فوا نتفرج في ليكيب ناسيونال. انا ديجا مشيت لكوب دي مونديال قطر، ومشيت هذيك لابوات ديال المغرب في استراليا، ولكن انا اعلمكم بان انا عايش في استراليا هذه 32 عام. ايوا من بعد مشيت لكوت ديفوار نتفرج في هذيك كاس افريقيا، ورزقني ربي نمشي نتفرج في المغاربه عاونت في لي جو اولمبيك فرنسا. ايوا صافي دابا ربي عطانا شويه الصحه وجينا هنا اوزباكستان باش نشجعوا هذا الفرق ديالنا ان شاء الله. وانا كنظن بان هذا الفرق هذا عنده طموح كبير، وعنده واحد المدرب محنك اللي ما كيهضرش بزاف، كيدير غير الشغل تحت لتحت، الله يطوله في العمر يخليه لنا. على ذاك الشيء دابا الترتيب ديال المغرب في العالم من ناحيه الفوتسول هي السادسه، باش توصل السادسه ماشي سهله. ايوا ربي ان شاء الله ما يكون غير الخير، وانا كنظن غنوصلوا المربع الذهبي، إلا ما مشيناش المربع الذهبي وربما نربحوها كاع، وعلاش لا؟ دابا كلشي اللي كيجي يلعب مع المغرب خصو يضربنا الحسابات، الأيام القديمة دازت، دابا والو اللي يجي يلعب معنا خصو يخمم مزيان قبل ما يجي يلعب معنا. وهادشي كلشي كيرجع أن محمد السادس نصره الله هو اللي بدا كيطورنا هذا ديال الأطفال ديالنا في الرباط، دار ديك المركب محمد الأكاديمي ديال محمد السادس، والحمد لله أنت كتشوف النتائج ديالها من ناحية الكرة النسوية ديال الدراري الصغار كلهم الأعمار، والنتائج هذه واحد 18 سنة كنشوف المغرب تقدم بزاف، وهادشي كل اللي جا من الخدمة الشاقة اللي دربوها الناس ديال الجامعة برئاسة القجاع، والناس اللي مع الستاف ديالو كاملين حتى هما كيخدموا الليل ونهار، وهادشي ما كيجيش سهل، هادشي فيه بزاف الامور اللي حنا ما كنشوفوهاش هما اللي كيعرفوا عليها. ايوا هادشي اللي غنقول لكم، والله ديما المغرب والصحراء المغربيه، والله خلينا سيدنا والعائله ديالو، الله يعاونكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.